الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الانام دلالا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الوهاب منزل الكتاب وسبب الاسباب نحمده سبحانه وتعالى ان جعلنا امه شاهدة على الامم يوم العرض والحساب ونشكره ان ايد ونصر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بخيرة العطرة والاصحاب. والصلاة والسلام عليه وعلى اله وصحبه من انار الله بهم القلوب والالباب للتابعين وعنا معهم برحمتك الى يوم الرجوع والمآب. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصحابي كالنجوم نستعرض من خلالها سيرة ساداتنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مستنبطين من ذلك الدروس والعبر والعظات التي تجعلنا نتأسى بهديهم وننتهج أو ننتهج نهجهم في الاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وسلم وقد اراد النبي صلى الله عليه وسلم من امته ان تكون شديده التمسك بسنته واتباعه لان في ذلك صلاح دنياه دنياهم وصلاح اخراهم وقد جسد سادتنا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم هاته المعاني فصلح لهم الدين وصلحت لهم الدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شدة التمسك به والاهتداء بهديه في أحاديث كثيرة. كما أمر الله سبحانه وتعالى ذلك أيضاً في كتابه العزيز. فمثلاً في الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى ونتمسك بسنته قال: صلوا كما رأيتموني أصلي مثلاً. وقال خذوا عني مناسككم اذا الخطاب للامه ولكن المقصود سادتنا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بما يورثونه لامته بعده صلى الله عليه وسلم فهم الذين راوه يصلي وهم الذين راوه يقف بعرفه وينزل بمزدلفه ويبيت بمنى ويطوف حول الكعبه ويسعى بين الصفا والمروه ويقبل الحجر ويستلم الركن ويصلي خلف المقام الى غير ذلك إلى غير ذلك من الشعائر هذا كمثال فقط إذا والمعلوم أن الإنسان لكي يطبق أمرا أيا كان لابد أن يرى من يأخذ يأخذ منه ذلك الأمر حتى يكون تطبيقه لما أراد أن يطبقه مما رآه تاما كاملا غير منقوص وعليه فسادتنا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم راوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يتخلق وكيف يتخلق مع الناس وكيف يتأدب مع الناس مع المسلم مع الكافر مع في كل حركاته وفي كل سكناته صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعونه رضي الله تعالى عنهم إذن المعنى الذي اردت ان اصل اليه هو انه لا نجاة لنا الا بدراستي او مدارستي سيرتهم رضي الله تعالى عنهم لانهم جسدوا هذه المعاني واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فكان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم تاما كاملا غير منقوص فاذا ارادت الامه كمالا وتمام الاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته اقوالا وافعالا واحوالا فلا فلن تجد الا باب ساداتنا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم للوصول الى المعنى المذكور. نذكر من نماذج ساداتنا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم شده تمسكهم بافعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يطبقون كل ما يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلون لهوى النفس مجالا للتسلل الى انفسهم الطاهره، ولا يجعلون أو لا يتركون الاراء والفلسفات العقلية مجالا أيضا يحول بينهم وبين شدة تمسكهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقوالا وأفعالا وأحوالا نذكر من ذلك يعني في في اللباس في اللباس ما رواه الإمام أبو داود عن سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه سادتنا الصحابة الكرام صنعوا مثل الذي صنع فلبسوا خواتم من ورق يعني من فضة ثم بعد مدة طرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخاتم فطرح الناس خواتمه أخرجه البخاري بنحوه إذا سدرت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وضع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق بعد وضعوا ولبسوا خواتمهم لما نزعها النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه طرحوا خواتمه من دون ان يامر ومن دون ان ينهى مجرد تلك الحركه منه صلى الله عليه وسلم او ذلك الفعل منه منه صلى الله عليه وسلم كان كفيلا بان يهتدي الصحابه ويقتدي الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون ان يقول اذا هذا في الافعال وفي حديث اخر دائما في الصحيحين عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب قبل تحريمه وقال ثم يعني لبسه وقال لا البس لا البسه ابدا وكان الناس قد لبسوا ايضا مثل ما لبس صلى الله عليه وسلم فنبذ الناس خواتمهم بعدما نبذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه اذا شده التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع حركاته وسكناته وقلنا الدافع الى شده التمسك هو الدفع المعنوي هو المحبه. اذا احببت شخصا فانك تتبعه في كل قول وفي كل حركه وفي كل حال وفي كل حركه وفي كل سكون وفي كل حال. للاسف الشديد الامه اليوم جعلت فراغا فيما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا فيما تعلق بالمحبه. وصارت تتبع فلان وعلان وتحب فلان وعلان وبعد ذلك بعدما تحبه تصير تتبع حركاته تتبع سكناته اقواله افعاله حتى لباسه وان كان يعني فيه خدش للحياه الى غير ذلك فيتبعونه لانهم احبوه ساداتنا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم احبوا النبي صلى الله عليه وسلم بل كان لهم الحظ الأوفر من محبته صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ماذا شدة المحبة هي دافع معنوي لشدة التمسك به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا الأمر الذي كان عليه سادات الصحابة الكرام إذا النجاة للأمة الرجوع إلى ما كان عليه سادات الصحابة الكرام ملء القلوب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك يصير الإنسان يقتدي من دون أن يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وأحوالا في نموذج اخر عن سيدنا عبد عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه فجاءه سيدنا جبريل واخبره ان في اسفل في اسفل نعليه قذره وكان الصحابه الكرام يصلون خلفه فنزع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين وواصل الصلاه اكمل صلاته صلى الله عليه وسلم سادتنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد نزع عليه وهو يصلي ماذا فعلوا نزعوا نعاله من دون أن يأمرهم أو من دون أن يشير إليهم بنزع نعالهم نزع نعله نزع نعاله لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا نزعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك قد نزعتها عليك تمام اتباع كامل تام ما فيهش تقديم للاراء ما فيهش يعني واحد يقول ربما اراد النبي صلى الله عليه وسلم كذا او لم يشير لنا وتدخل الاراء والاهواء والفلسفات الزائده على فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قوله كما يفعل في هذا الزمن للاسف الشديد مباشره قالوا رأيناك نزعناك نزعتنا عليك يا رسول الله قال ان جبريل اخبرني ان فيهما قادره فنزعتهما ولكن اقر سادتنا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بعد بعدما اخبرهم بسبب نزعه لماذا؟ لنعليه عليه وأقرهم على هذا الاتباع الكامل التام له صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون عليه حال الأمة في هذا الزمن، الاتباع الكامل التام، وينبغي تحقيق الدافع المعنوي أو الدافع المعنوي، لماذا؟ لشدة الاتباع وبأن يكون هذا الاتباع تاما كاملا، هو محبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد وقع ذلك كثيرا وقع ذلك كثيرا مثلا في تحويل القبلة عندما جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة ثم صلى بعض ساداتنا الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذن له بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام فرجع إلى حي من أحياء المدينة فوجدهم يصلون قبل بيت المقدس فقال والله لقد, رأى لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام يعني قبل الكعبه المشرفه وكانوا ركوعا فداروا على هيئتهم وهم متجهون الى بيت المقدس الى الكعبه المشرفه فالمسجد القبلتين شاهد حي على هذا الاتباع الكامل التام وهذا التسليم المطلق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فلم يقل احدهم لا لم يامرنا أو لو أراد من منا كذا لأمرنا إلى غير ذلك، فهذا كله كان كان مجانبًا أو لم يكن عليه ساداتنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك وأنهم لا يتقدمون بآرائهم ولا بأهوائهم ولا فلسفاتهم ولا آراء عقولهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه في الدعوة إلى الله عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ إذا عرض لك قضاء بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسوله الكريم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله ولا أقصر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله ولذا كان سيدنا معاذ يجسد هذه المعاني وانه لم يقدم رايه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جعل كل شيء يعرض له في القضاء يعني يكون على منهج كتاب الله وعلى منهج سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ان لم يجد فانه يستنبط ويجتهد مستنبطا من كتاب الله وسنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ما يكون في صالح الأمة وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال أمة الإسلام في الزمن الذي تعيشه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام وأن يثبتنا على الاقتداء بسنته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، والاهتداء أيضاً بهدي ساداتنا الصحابة الكرام وبسنتهم وطريقهم ونهجهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلال